السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. طبعا يا جماعة احنا معانا مكالمة كده، معانا واحدة ست طبعا ام عيال متجوزة ومعاها اولاد وكلام زي كده، بترد على التليفون احتراما للجمهور بتاعنا واحتراما للناس بتاعتنا، تمام؟ لان دلوقتي واحد رن من رقم 012 03 37 851 012 03 37 851 وقال لها كلام بما يكفي، فانا حابب ان الجمهور بتاعنا يعني يرد مكان الست دي. الست دي واقفه ورا الكاميرا، تمام؟ قال لك ايه؟ اتكلمي قال لك ايه؟ قال ممكن نتعرف يعني انت بتقولي. طب احنا هنسمعكم. ايوه يا باشا انا معاك. انا معاك يا غالي. والله انا ما عندي كلاب. ايه اللي بيهوى؟ اظن يعني انا عايز نكلمك بكل تقدير وبكل احترام ان عيب جدا اللي انت بتعمله ده. يا محترى طفل الموتور. يا محترى عيب اللي انت بتعمله ده. ايه؟ انا عاوز اتجوز بنتي. تتجوز بنتي؟ طب بذمتك ودينك انت راجل محترم يا عمي، عاوز اتجوز. انت عايز تتجوز؟ طيب لما انت ترن على واحده، بتاكل عيش، لما انت ترن على واحده بتاكل عيش وتقول لها الكلام اللي انت قلته ده من رقم 012 03 نقول الرقم تاني. انتوا كذا واحد بقى؟ 012 03 3. بصوا يا جماعه، الرقم المزرعه اللي احنا حاطينه ليكم عشان انتوا تستفادوا، عشان تتصلوا تستفادوا. اتفضلوا، ادي واحد اهو 012 03 37 851. بقاله ساعة شاغل الخط ويعاكس في ست محترمة أم عيال شغالة معانا، بترد على الناس كلها بكل تقدير وبكل احترام. أنا عايز نشوف بقى الجمهور هيعمل إيه مع الرقم ده. أنا عايز نشوف جمهور أبو نور هيعمل إيه مع الرقم ده. أنت يا معلم تحت أمرك. أظن عيب. أظن عيب. عيب 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 لما تعاكس واحدة زي أمك وزي أختك وزي عيالك. عيب. المشكلة يا جماعة إن صوته راجل كبير مش عيل صغير. آدي يا جماعة. عيب. انا ولا عليا بتمتلات بيشتمني. بيشتمني يا حبيبي. الو. طبعا يا جماعه ادي المكالمات اللي بتجينا، ادي المكالمات بدنا منك خدمه. ادي يا جماعه المكالمات اللي بتجينا، تمام؟ عشان احنا حاطين رقم بنفيد بيه الناس. انت قلت الناس كتير، الكلام ده عيب. عيب عليك خلاص. الناس ادي يا جماعة 012 تاني 03 37 851. ادي يا جماعة 05. ادي يا جماعة 012 03 37 851. طبعا هو حاطط في دماغه ان الموضوع عادي. تعالي هنا قال لك ايه؟ تعالي هنا قال لك ايه؟ قال لي ممكن نتعرف، عايز رقمك الخاص. بيقول لي ممكن نتعرف، عايز رقمك الخاص. الجمهور بقى اللي معانا على اليوتيوب هياخد لك حقك انت، لان انت ام واخت كل واحد محترم. انت ام واخت كل واحد محترم، لان اللي بيرن ده ممكن يلاقي الكلام ده يحصل مع امه ومع اخته. طبعا يا جماعه احنا عايزين نشوف بقى الراجل ده. احنا قلنا الرقم كذا مرة، عايزين نشوف الراجل ده بقى ياخد حقه بقى. الو. بيقول ان هو مش شرقية. يا
مش عايز المساحه هذا. اتقول عليا يا خطاب محترم راجل بعد كده يا اسطى يا بتاع الكلام يا بتاع الكلام يا بابا يلا لنمر في حاجه. الو اتاخرت اقفل يا جماعه اقفل. طبعا دي حلقه طبعا انا في ناس هتقول لي طب ما تعمل له رفض يا عم وريح دماغك. بصوا انا خدت عهد على نفسي اي واحد هيتصل يعاكس اي واحده شغاله في المزرعه هنرفع رقمه على اليوتيوب. وانا عايز اي حد عنده كفاءه يطلع يرد. بس قبل ما ترد قدر امك وقدر اختك وقدر مراتك وقدر الحته دي. طبعا الرقم اللي اتصل ده يا جماعه انا مليته في الفيديو وانا عارف جمهور ابو نور هيعمل ايه، انا عارف الناس اللي بتحب ابو نور هتعمل ايه. تمام. الحاجات دي بتحصل على طول. طبعا لما واحد يتصل على السكرتيره بترد عليه بتقول له تحت امرك يا فندم، بيقول لها ادينا رقمك الخاص عشان عايز نتعرف بيكي. تمام. بتيجي السكرتيره بكل تقدير وبكل احترام تقول لي خد يا كابتن رد على الرقم ده لان شغل التليفون. طبعا لما بيحصل حاجه زي كده ملوش عندي غير ان انا نرفع الفيديو والناس تسمعه والناس تشوفه. بس امانه عليك وانت بتتفرج على الفيديو ده قدر الحركه دي حصلت مع امك ومع اختك ومع اي واحده تخصك، وشوف رد فعل رد احساسك كده هيبقى ايه. تحياتي ليكم، وعايزين نشوف بقى جمهور ابو نور. بلاش جمهور ابو نور، عايزين نشوف المسلم، الناس المسلمين اللي موحده بالله، الناس اللي هي عندها نخوه ورجوله هتعمل ايه لما تسمع المكالمه دي. وعلى فكره المره دي انا سمعتكم المكالمه مباشر، عايزين نسمع بقى ونشوف الناس هتعمل ايه.